يعني يفترض نحكي عليه روح البحث العلمي هذا الاتفاق، أوكي؟ لكن طبعاً بعض منكم ممكن شاف المحاضرة هذه على فيديو، وبالتالي الكلام بالنسبة له حيكون مكرور. وأنا الحقيقة يعني لما تحكي على روح البحث العلمي مواضيع متعددة ومختلطة وصعب حتى تنسيقها، لكن خليني نقول، خلينا نبدأنا بني نسأل أنتوا إيش توقعوا أصلاً من المحاضرة هذه؟ يعني شنو اللي يفترض أنا نغطيه؟ إذا كان عندكم أي فكرة، شنو اللي غايب عليكم وتتوقعوا محاضرة من هالقبيل ممكن تغطيه باش نركز عليها، ولا ما تتوقع شيء؟ الصورة مش واضحة إطلاقاً؟ أوكي تفضل. تجرد البحث، لأي مدى يقدر البحث تجرد؟ مسألة خلينا نقولوا الموضوعية والحياد. أوكي، أي موضوع ثاني تحبوا تناقشوه؟ اللغة كيف؟ تحكي على ترجمة ثوانتي؟ خلينا نقول تبيئة المفهوم الأجنبي في الثقافة العربية. أوكي. أوكي، حاجة ثانية؟ معايير القياس. معايير قياس اي سيرش. الموضوع هذا مش عندنا نخش فيه، لان معايير القياس انتم عارفين يعني تختلف. اوكي. جميل. الموتيفز. اوكي. اللي مش البحث عن القياس. اوكي. سؤال البحث. كيفية صياغته إلى آخره؟ كيف صياغته وهاو تو سيلكت. يعني اختيار موضوع البحث. خلينا نقول اختيار موضوع البحث. اوكي، حاجه ثانيه. ethics. اخلاقيات البحث العلمي. اولويات البحث العلمي. اوكي. لو قلت لك انت حتقيم بحث علمي، اوكي، والبحث العلمي تبي تقيمه من 100، كم تعطي لكل ايتم؟ وش هن الايتمز؟ يعني انت تقيم بحث علمي، خلينا نقول نقيموه للنشر في مجله محكمه، شنو الاساسيات، البنود الاساسيه للتقييم، وشنو نسبه كل بند؟ يعني لو قلنا مثلا المنهجية، ولاحظوا المنهجية غير التوثيق. اوكي، لو نقولوا منهجية البحث كم تنعطى في المية؟ 25. من شنو؟ من 100. من 100. مكونات البحث. نعم. 50 منهجية. اوكي، في حد يزيد اخرى؟
اوكي كم نعطوا؟ خلينا نقول 40. اوكي خلينا نكون معتدلين، حنقولوا الميثودولوجي 40. ده شنو اخرى مهم غير الميثودولوجي؟ دوكيومنتيشن نعطوا كم؟ 20 25. اوكي دوكيومنتيشن ها اناليسيس اناليسيس كم نعطوه؟ 25. فضلنا 10 ما نعطوهن؟ رايتنج اللي هو اللغه مثلا والاسلوب والفلو السلاسه المنطقيه، ما فيش قفزات. خلينا نقول ستايل، سواء لينغويستيك او لوجيكال. اوكي ستايل حنقولوا 10. هذين كم؟ 90 لا 100. خلاص فيش حاجه اخرى مهمه صح؟ انا في اعتقادي وهذه فكره البحث ان اهم حاجه مش قاله نتيجه كويستشن. اهم حاجه عندي انا من منظوري لتقييم البحث اعطيناها صفر انت. شوفوا تخيلوا اهم حاجه ومش واضحه. سؤال ديفينيشنز فاليو. انا نقول لكم طبعا الحاجات هذينا يحظى باهتمام كبير بالفعل في تقويمنا للابحاث العلميه. لأن فعلا هذينا عاده لما نقيم بحث هذا اللي في ذهننا لحد كبير. وانا لاحظت ان خصوصا لما نحكوا على المنهجيه، لاحظوا هذين لهم علاقه بالمنهجيه الاثنين. اوكي الليبيين من اكثر الناس اللي يحكوا على المنهجيه. اوكي ولما جيت قيم الابحاث الليبيه تلقاها لو يبقى في something essential is missing. شنو هو؟ originality غايبة لحد كبير. طبعا على فكرة أنا نحكي أنا بخبرة متواضعة في العلوم الإنسانية. أوكي أنتوا قصة ثانية، أنتوا فكروا في الموضوع طبقوا عليه تخصصاتكم، لكن في أبحاث عدد هائل من الأبحاث، مؤتمرات، شغل كبير. اوكي اقرب لان يكون عضلي. يعني في مؤتمر عن النقد الادبي حيصير في شهر مارس في بنغازي، في 152 بيبر عن النقد الادبي. واستطيع ان احكم مسبقا ان في اثنين او ثلاثه منهم كويسات. باقي راهو حجي تقيم بالدوكيومنتيشن. فيري ويل دوكيومنتد، لكن راهو في النهايه المنهجيه واللغه. اوكي هذين كلهم اطر، لكن ديما ننسى في الحشوه نحن. فأنا قاعد أركز على هذه الحشوة، على الأصالة، على الطرافة. عارفين معنى الطرافة؟ راهو طريف مش معناها كيوت، الجد والأصالة، هذه الطرافة. اوكي حتلقى الباحث مهموم بهاجس الإحاطة انه يلم الموضوع به. لميته اشدرت به almost nothing. طبعا بالتاكيد في استثناءات، واستثناءات لافته. يعني عندنا بحاث راهو مكرسين وعندهم شغل، لكن استثناءات. لو تشوف معظم الابحاث بها الراجل ايش يبي يقول،
فكرة أنه هو أصلاً جايب يكتب بحث لأن عنده زعم مركزي يحاول أن يجمع الشواهد والحجج لدعمه غايبة أصلاً. وهذا ريسيرش، هذا ريسيرش. الباقي تأدية واجب، الباقي أنك التزام بالطقوس والشعائر المنهجية على حساب شنو؟ يعني لو قاعد نستخدم في الريليجيس انالوجي، على حساب ليش؟ الأخلاق. لما نقول أخلاق مش معنى الأخلاق المهنة، يعني كأنه واحد متدين ملتزم تماما بالشعائر، لكن مش متدين حقيقي. أيضا بحاثنا ملتزم تماما بالطقوس والشعائر المنهجية توثيقية، لكن به ممكن تشبيه آخر ممكن أقرب، مش هيعجب فوزي لكن حنقوله. الشاعر اللي مهتم بالروي وبالتفعيل وبالوزن ولا يقول شيئا، نظم بالصنع، نظم. قرنوه بالشاعر الآخر اللي الأمر هذا مش هام كثيرا لكن قاعد يقول في حاجة فارقة، عندنا روح النظم. أوكي، هذا اللي سير عندنا أعتقد. بهي كيف تصل هذه الأصالة؟ هل في ريسيبي معينة دير ودير؟ نو، هذه وحدة مشاكل. ما فيش يعني توا لما تقول لي احكي على الميثودولوجي حنقول لك واحد اثنين ومرتبة ومقننة، لكن به كيف أنا نتمكن من إني إن نكون أصيل في أبحاثي، أن أضيف جديدا؟ هذه مسألة طبعا صعبة، حجيب الدربة. بابر الفيلسوف المعاصر عنده عبارة شهيرة يقول فيها there is a logic of confirmation but there is no logic of discovery. Discovery. لاحظوا الأوريجيناليتي هي علاقة بالديسكفري. أنت you discover something. وديسكفري ما عندهاش منطق. المثال التقليدي بتاع تفاحة نيوتن. تفاحة يطيح على رؤوس الناس من زمان. بكيف انتقل نيوتن إلى الجاذبية؟ هذه قصة لا منطق لها. تبي شنو؟ دربة. تبي غير الدربة ثقافة واسعة متنوعة. رو كلنا نحسابه أني أنا نقدر نكون باحث جيد في تخصصي لما أتقن تخصصي فقط إطلاقا. راهو تنوع الثقافة، تنوع المشارب. لما نقول ثقافة نحكي على تاريخ ونحكي على فلسفة ونحكي على أدب ونحكي على سياسة ونحكي على اقتصاد، وراه كل حاجة تطلع عليها تقراها راهي حتجد طريقها someday somehow في أصالتك. حتلقى حاجة الآخر اللي منغمس في تخصصه مش حيلقاها. حتجد علاقات حيخطر عليك insights، إنسايت مقترحة من مجالات قد تبدو غريبة جداً عن مجالات تخصصك. فتح أفاق. بالضبط. أنا أجد في مقالة مثقف ليبي ما لا أجده في أبحاث علمية رصينة. ليش؟ لعدة أسباب، واحدة منها تنوع المشارب. أوكي؟ طبعاً في أسباب أخرى. هذه حتى تجيني حكاية الدوافع. في أسباب أخرى. المثقف، مش الليبي، المثقف بصفة عامة. عندما أسميه
عنده ما أسميه الانشغال الطوعي والحقيقي بموضع البحث، انشغال جواني مش براني، انشغال بحاثنا بالبحث براني. أنا مكلف أن ندير بحث بنديره بأقل قدر من الجهد، أوكي، اللي هي عبارة تأديت واجب. لكن هل هو عنده إحساس حقيقي بمشكلة البحث؟ Most likely لا. وطبعا في مؤشرات كثيرة للانشغال الحقيقي بالبحث، مؤشرات ممكن تلمسها. يعني لما تلقى روحك نايف في نص الليل وتدور في قلم وتكتب في حاجة خايف تنساها وهي ظلام، هذا مؤشرة. وكما صارت لكش رقم لكش بحث حقيقي، رأي المشكلة قاعدة برا، حتنوم في الصبح وتمشي تأدي الواجب. لكن وحدة من علامات انشغالك الحقيقي بيها أنك تحلم بيها، أنها تقض مضجعك. وحدة من علاماتها من مؤشراتها أنك حتقعد على الكمبيوتر وحط إيديك على الكيبورد and doing nothing but contemplating. شوفوا بحاثنا حدقه باستمرار يدور في نص باش يحطه، صح؟ في حاجة يبي ينقلها من مكان لمكان آخر، فدائما يشتغل، وحتى دائما يدور على النت، لكن دائما يدير، لكن لا يعطي نفسه فرصة التأمل الحقيقي في المشكلة. هذين بعض المؤشرات اللي قد تكون يعني زي ما قلت لكم مش رسبي هي، لكن لكن واحدة من المؤشرات الأخرى وهذه للأسف غايبة عند أغلب بحاثنا، اللي هي لها علاقة بآلية التفكير، ميكانيزم اوف ثينكينج من جهة، وفي علاقة ولها علاقة أيضا بغياب مفاهيم وتمييزات أساسية. وين؟ في فلسفة العلوم. هذين تخصصين لا أحد من بحاثنا يفكر أصلا في أن يلجأ لهم. وفي اعتقادي أنك لن تكون باحثا جيدا ما لم يكن لديك حد أدنى من الدراية من مهارات التفكير الناقد، وأيضا من الدراية ببعض المفاهيم الأساسية في الفلسفة أو ساينس. وحنأخذ بعض الأمثلة، خلينا نقوله في فلسفة أو ساينس. يعني مثلا أنت لا يمكن أن تكون باحثا علميا جيدا ما لم يكن لديك تعريف وجيه معقول يمكن أن تدافع عنه لمن؟ للعلم. خلينا نسألكم توا، what is science؟ define science، define methodology of science. وش الفرق بينهم؟ وش العلاقة بينهم؟ هتقول لي مش علاقتنا بموضوع هذا؟ كيف؟ انت ايش قاعد تدير انت؟ You are a practicing science. You are applying methodology of science. How can you do that without knowing at least the definition of science? Let's take a try. خلينا نسألك، لو طلب منك تعريف العلم ايش حتقولي؟ تفسير منطقي للوجود، او تفكير المنطقي للوجود. تفسير المنطقي للوجود، للوجود. سوري، حتى انا هي ساينس
تفسير؟ العلم هو استخدام المنهج. رأيت المشكلة؟ بس لاحظ أنك ما تقدرش تجنب. هل ما تقدرش تجنب؟ ليش؟ لأنك استخدام منهج أي منهج؟ هل استخدام أي منهج؟ لا، استخدام منهج العلمي في تفسير ظواهر؟ في الوصول للحقائق. حتى اني بنسمع الشباب انا والشابات. على فكره هذه تهمه نوجهها لكم. كيف انت تقول انا باحث علمي ولا مانيش عارف ايش معنى كلمه علم؟ ما عنديش تعريف العلم. هذا خلص صح؟ هو دراسة منهجية، دراسة منهجية في الحاجات كل اللي موجود في الكون. دراسة منهجية لكل ما في الكون. برهان على ماذا؟ برهان للتأكد من حقائق. أوكي. وعلى فكرة لو اللي قاعدين 100 ممكن حنطلعوا بحوالي 70 تعريف. صح؟ طبعاً لا يمكن تعرف العلم أساساً إلا لما يعني بالتأكيد حنتفقوا بدون أي تفاصيل على أن العلم مشروع. شنو طبيعته؟ معرفي. Science is an epistemic project. في علاقة ما وأساسية وجوهرية تربط ساينس بالنولج. يعني خلينا نقولها بطريقة أخرى، لو الساينس ما عطيناش نولج حنقول وش قاعد يدير؟ صح؟ راهو هدف العلم معرفي، وهذه حتخليك من الأول تحترز من خلط يحدث عندنا دائما بين ساينس اند تكنولوجي. وراهي تكنولوجي از نوت ان ابستيميك بروجكت. التقنيه هدفها مش انك تعرف، يعني عادة فيها نوع من over simplification. يقول لك in science you know that something, in technology you know how. ولاحظوا اللي يجيب عد how هنا اللي يجيب عد that حجي جملة اللي هي نظرية أو فرضية علمية. لكن اللي يجي بعد هاو ان تكنولوجي يو نو هاو حجي خلينا نقول اوبريشن. يعني بالعلم نعرف ان القمر يدور حول الارض، وبالتقنيه نعرف كيف نصل للقمر. شوفوا كيفيه الوصول للقمر هذه شغلانه ثانيه مختلفه. صح تستند على العلم وتوظف العلم، لكنها قد
تدخل فيه عوامل أخرى مش إبستمك. بس لازم يكون anything illogical ما تكون scientific. كيف؟ لازم things تكون logical، لأن إذا كانت illogical هي scientific. اللوجيك أكبر تعرف. باهي خلينا نسأله السؤال هذا. Does science have to be logical? Does theory, scientific theory, have to be logical? What does logical mean? إيش معنى logical؟ إيش معنى؟ شنو معنى true؟ لا خلينا ما هو شوفوا راهو هذه وحده من شغلانه الفلاسفه ما يخليش كلمه تمشي. اوكي تو الدكتور شنقال ان النظريه العلميه كي يجدر وصفها بالعلميه تبي تكون لوجيكال صح، وكلام يبدو لوجيكال. اوكي خلينا نفصل، ما الذي تقصده بأن تكون نظرية علمية لوجيكال؟ هل معناها ترو؟ هذا إمكانه، وإذا كان هذا معناها يبقى الإجابة نو. إيش علاقة إكسبلين بلوجيكال؟ مش واضحة العلاقة. أوكي؟ إذا كان قصدك أن النظرية علمية يجب أن تكون منطقية بمعنى أنها لا تكون متناقضة، وهذا معنى كلمة منطقية، فحنقول لك هذا زي ما تقول شرط لا أسهل من استفاء. يعني في أسهل من أني نضمن لك أني نظريتي مش متناقضة؟ يعني يكون الحكم مش متناقض، هذا لا يعطيه أي درجة من العلمية. علامة العلم الفارقة إنما تكمن مش في اتساق المنطقي، ولكن في ماذا؟ شنو اللي يخلي نظرية علمية علمية؟ إيفيدنس مش تروث، مش صدقها. النظرية قد تكون علمية وباطلة، وكل النظريات السابقة في تاريخ العلم نظريات ثبت بطلانها وهي علمية. أوكي لكن خلينا نرد كم الإيش لعلاقة العلم بإيش knowledge. لا يمكن تفهم شنو هي حقيقة العلم لن تفهم أصلا شنو حقيقة المعرفة، لأن في النهاية العلم نشاط معرفة. إيش معنى معرفة؟ يبدو أن السؤال ممكن حتى أصعب من الأولية، صح؟ خلينا نقول لك ما هي الشروط التي يجب توفرها في أي زعم، أي حكم، حتى يحق لنا أن نزعم أنه أننا نعرفه. نعود السؤال، في شروط يجب أن توفر في الحكم أو في النظرية أو whatever، مهم في جملة، باش أنا يبقى عندي حق نقول أنا أعرفه. شنو الشروط؟ هل أي واحد الحق يقول والله هذه أنا أعرفها ونقول تفضل أنت عارفها، ولا في شروط؟ هو يفهمها يقدر يحققها. أرجع يفهمها بالتأكيد الفهم، يعني أنت لا تستطيع أن تزعم معرفتك لأي شيء ما لم تفهمه أصلاً، صح؟ يعني يبدو فعلاً الفهم شرط أساسي. باهي؟ لكن لاحظوا أن الفهم شرط ضعيف، شرط ضعيف. يعني علاقة من يزعم معرفة الشيء لا تتوقف فحسب على فهمه له، بل يجب أن ولا يشرحها. أوكي يعني أنا عارف أن اليوم لحد هذه عرفة،
نشرحها نفسرها، ايش علاقتها؟ انا اعرفها اليوم الاحد نطبقها، ايش نطبق؟ نطبق اليوم الاحد صح؟ لكن بالتاكيد ان شرط اساسي كي اعرف اي شيء ان اعتقد في صدقه، اعتقاد جواني. You have to believe in it. Anything you don't believe, you don't know. Period, صح؟ يعني belief، الاعتقاد فيما تزعم معرفته شرط ضروري لمعرفتك إياه. If you don't believe, you don't know. واضح؟ يبقى هذا أول first condition، واضح enough لل knowledge. هذه knowledge أول حاجة belief، وبالتأكيد belief is not enough. Most of us believe a lot of things and they don't know it. They don't know them. Okay؟ يبقى بالتأكيد بالإضافة إلى البليف أكيد في شرط آخر. وعلى فكرة راهو لما نحكي الكلام هذا يقولوا هذا خشنا في موضوع المعرفة، نحن نبغى العلم. راهو اللي يسري هاني يسري غادي. أنت لا تعرف أي نظرية علمية إلا إذا كنت you believe in it. أكيد شرط آخر وأساسي أن ما تزعم معرفته هو أصلاً صادق. يعني I cannot know that today is Saturday unless I believe that today is Saturday and today is Saturday. يجب أن يكون جملة صادقة تماماً، كما أنه ليس هناك شخص يعرف شيئاً لا يعتقد فيه، أيضاً ليس هناك شخص يعرف شيئاً كاذباً. إذا ثبت كذب أي قضية فلا أحد يعرفها. واضح؟ معرفة رأي مش سهلة، مش فقط يطمئن قلبك إليها، لا تبي تكون مطابقة للواقع. ها؟ example negative للايش؟ إذا ثبت كذب أي نظرية إذا أنت لا تعرفها. يعني هل كان الأقدمون يعرفون أن الشمس تدور حول الأرض؟ لاحظوا انهم كانوا يعتقدون ذلك. به ليش ما كانوش يعرفوا؟ لان الشمس لا تدور حول الارض. واضح؟ النظريه غلط. اوكي؟ بهل البليف والتروث are sufficient for knowledge؟ يعني هل نحتاج الثلاثة هنا ولا كملنا؟ هل الشيء لما يكون you believe in it وهو صحيح بالفعل then you know it؟ That's what's missing. يعني مثلا ممكن انت تعتقدي انك حتنجحي في الماده اكس، يو بليف ان ات، ونفترض جدلا انك فعلا حتنجحي. هل تعرفين انك حتنجحي؟ نو. يعني قد يتصادف
أن تعتقد في أمر ما ويتصادف أن هذا الأمر صحيح بالفعل لكنك لا تعرفه. أهم شيء في المعرفة هو الشرط الثالث اللي هو شنو؟ evidence justification. You have to have a justification for what? Your true belief. Okay؟ يبقى هنا في حاجة اسمها justification. طبعا هذه معادلة مشهورة K يساوي J T B. Knowledge is true justified belief. As simple as that. هذه في اتفاق عليها. هتقول الفلاسفة اتفقوا عليها؟ نقول لك اتفقوا عليها. الفلاسفة الذين دأبهم الاختلاف اتفقوا عليها؟ نعم. بخاري ومسلم. لكن لاحظوا حاجة. أو لاحظوا حاجتين. واحدة ما نفرحوش واجد باتفاق الفلاسفة لأن لو تسألها مش معنى هذه؟ مش معنى هذه؟ مش معنى هذه؟ حتلقى كل واحد ماشي في جهة. أوكي؟ كل واحد عنده معايير خاصة للتروث، معايير خاصة للجستيفيكيشن، معايير خاصة للبليف. باش نخش في تفاصيل واجدة، لكن يكفي أن أستشهد على أن أصحاب المدرسة الإمبريقية الإمبريسيست حيقول لك a true belief is justified only if it is justified empirically. وهذه الروح العلمية. لكن حيجور rationalist بيقول لك no. The true justification هو rational justification. Okay. مش هنخش في التفاصيل هذينا لكن لاحظوا حاجة مهمة يتفق عليها الفلاسفة أيضا. لما نقول لك أنت لا تعرف إلا إذا اعتقدت وكان معتقدك صادقا وكانت لديك أدلة عليه. سؤال، ما طبيعة هذه الأدلة؟ يعني هل تحتاج إلى أدلة قوية باش تعرف ولا أدلة قاطعة؟ لاحظوا قاطعة أقوى من قوية. فهمت الفرق؟ سؤال مهم جدا ويريت تفكر فيه كويس. يعني أنا أعتقد في شيء ما والشيء هذا بالفعل صحيح لنفترض به أنا باش يحق لي زعم بأنني أعرفه هل أحتاج إلى أدلة قوية جدا؟ ولا لا مش أدلة قوية جدا بس قوية قاطعة نعم مش حسب أي شيء يعني جاب على السؤال ما لهاش علاقة بطبيعة ما تعرفه لا مهما كان اللي تزعم معرفته وهذا ما أزعمه الآن أنت لا تحتاج فقط إلى أن تعتقد فيه وأن تكون وأن يكون هو بالفعل صادق بل تحتاج أيضا إلى أدلة قاطعة conclusive evidence ونعطيكم مثال بسيط يثبت لك الفكرة. أنت طالبة من 100 طالبة واخذين مادة معينة. طلعت النتيجة سمعت إن طلعت. كلمتي حد معلش من بي. طلعت النتيجة قالت طلعت. بيش صار فيا؟ قال لك والله ما عنديش وقت نشوف الأسماء. لكن راهو 99 أشهر. هل تعرفيني أنك نجحتي؟ رغم أدلتك 99% شفتوا في أقوى من هكي؟ وتبوا زيدوا الرقم زيدوه خلوهم مليون ومليون لواحد نجحوا ما زلتي ما تعرفيش بكلمات أخرى قد يكون دليلك غاية في القوة almost 100% لك مش 100% إذن أنت لا تعرف شفتوا كيف المعرفة ثمنها باهظ؟ وشوفوا غير كلمة أعرف كيف نستخدم فيها في حياتنا اليومية أنا عارف أن كذا كذا عندك أدلة قاطعة؟ Who does؟
صح؟ اوكي تو خلينا ندير النقله الاخرى. هل بهذه الشروط الصعبه للمعرفه نستطيع ان نزعم ان العلم معرفه؟ هل بهذه الشروط الصعبه للمعرفه نستطيع ان نزعم ان العلم يقدم لنا معارف؟ ما هذا السؤال الان؟ هل ادله العلم على نظرياتها كونكلوسيف؟ نيفر. لم تكن ولن تكون أدلة العلم على فرضياته قاطعة إطلاقا في أي مرحلة. وحنعطيكم أدلة أراها مقنعة. يعني خلاصة الكلام أننا لو تحرينا الدقة في كلامنا ليس لنا أن نزعم أن العلم نشاط معرفة. أن العلم يقدم لنا معارف. وديروا بين قوسين، وإذا كان العلم بكل هذا الانضباط والتحقق والتجارب عاجز على أن يعطينا معارف، فمن يستطيع؟ حتى هذا لا أعرفه. واضحة الفكرة؟ النتيجة خطيرة جدا. ها باهي، ليش العلم لا يستطيع أن يقدم لنا أدلة قاطعة؟ لأسباب عديدة، خليني نقول لكم منها ثلاثة. واحد، شوفوا تاريخ النظريات العلمية في أي مجال. هل في نظرية عبر تاريخ هذا العلم صمدت إلى الأبد؟ والله في كل مرة نقولوا هذا هو اللي صح، وبعد شوية تطلع لنا حاجة أخرى نغيره. أوكي؟ يبقى هذا مش دليل قاطع على أن أدلة العلم ليست قاطعة؟ بدنا قاعدين نغيره. أوكي، هذا دليل تاريخي. انظروا تاريخ العلم وجيبوا لي نظرية، وبالتالي توقعوا أن نظرياتنا الراهنة اللي قاعدين متشبثين بها وهن الحقيقة حيجيهن يومهن. بالعكس اللي قاعد أكثر وممكن أسرع. نعم. أوكي، هذا دليل. دليل الثاني، دليل منطقي. دليل منطقي. دليل منطقي على ماذا؟ مش ما ننسوش؟ آه. ها؟ العلم لا يقدم معرفة. أدل لأن أدلته ليست قاطعة. دليل المنطق شنو هو؟ أن دائما محتوى النظرية العلمية، محتواها الكلام يقول فيه، يتجاوز نطاق الأدلة المتوفرة. ديما أدلتنا جزئية ومحتوى نظرياتنا كلي. يعني ناخذ ابسط مثال، نحن كنا نقول المعادن تتمدد بالحراره، فيها شك؟ هذه فيها شك. بيتعالوا ادلتنا عليها، هل حصرنا جميع المعادن في الكون وسخناها اطلاقا؟ نحن جبنا عينه من مختلف المعادن وسخناها تمددت عينه، وانتقلنا من هذا الجزء الى حكم على الكل. بأي حق نستطيع أن نقول أن أدلتنا قاطعة؟ واضح؟ أوكي، مش هنقول الثالث لأنه معقد شوية، لكن خذوها مني. أدلة العلم، هتقول لي به والرياضيات، يعني الرياضيات مش قاطعة؟ والله الرياضيات مش علم. إذا كان الرياضيات مش علم معناها شنو هي علم؟ صح؟
حنقول لكم ومش حنقول في تفاصيل. اليقين الرياضي، إحساسنا بأن اللي يقول فيها الرياضيين هذا قاطع، يقين زائف غير حقيقي. قصة تطول جدا، مش عارف إذا كان تبوني نختم عليها بسرعة أوكي، ما تبونيش نمشي الحاجة أهم. ها؟ لا مش نسبية، مش قضية نسبية. الرياضيات أوكي اللي ما فيش حد وهذا هو المطلوب إثباته قطعا، راهو كله زيف. مش الرياضيات زيف إطلاقا، بالعكس العلم ما يشتغلش بدون رياضيات، لكن إحساسنا بقطعيتها خاطئ. وحنعطيكم مثال بسيط جدا وسريع، بعض منكم ممكن مر عليه لكن it's worth listening to. كم مجموع الزوايا المثلث؟ 180. عندكم شك فيها؟ عندكم شك فيها هذه؟ فيها شك؟ أنا حنشككم فيها. أوكي؟ على فكرة هو قد يكون اللي حنقوله توا نوع من المماحكة، نوع من التلاعب إطلاقا، راهو اللي يقول فيه كلام له علاقة بظنية العلم، وهذه اللي نحاول نأكدها عندك. جماعة العلوم الدقيقة خصوصا مثل ظنية العلم هذه مش على بالهم بلكل. شنو العلم ظني؟ العلم ظني، فيش يقين في العلم. أنا حنمشي أبعد من ذلك إلى أن حتى الرياضيات ما فيها شقين، وبالتالي يا جماعة العلوم الدقيقة زي ما نقول low your pretensions، خفوا شوية من غلوة ثقتكم في يقينية ما تقومون به. المسحة الظنية في العلم أساسية، علامة العلم الفارقة أن ظني، علامة العلم الفارقة أن ظني. وبالتالي هذا ليش العلم دائما يبحث عن بيانات جديدة، لأن خايف من اللي ركن إليه ليس صحيحا. ولكم في يقين بيعليش ندور، ما حنوقف البحث العلمي. ليش نبحث ونحن باستمرار؟ لأن عارفين الذي ركننا إليه في الماضي قد يعاني من خلل ويحتاج إلى باهي. خلينا نقولها بسرعة عشان نحصل فرصة نناقش أشياء أخرى. المثلث تقوله 180، سؤال أثبتوها لي، أنا شاك الموضوع أثبتوها لي، هاي أثبتولي المثلث 180 درجة؟ في أبسط من هيك؟ بالمنقلة جيب منقلة وكيس، نقول لك تمام بارك الله فيك، أهو مثلث رسمت لك، وجيب منقلتك يا فوزي وقيس وطلع 180. حنصفق لك يا فوزي ونقول لك تمام أثبت لي أن هذا المثلث 180. لكن لاحظ أن الزعم أن كل مثلث 180، مش هذا بس. هتقول لي بيرسم واحد آخر، أقول لك تمام يا فوزي اثنين توا. رسمت مليون، تمام مليون. أنت تحكي على عدد لا متناهي مثلثات، بالإضافة إلى أنك لو سألت عالم هندسة اثبت لي أن المثلث 180، مش هقول لك خذ منقلة، مش هقول لك أوكي البرهان التقليدي، هقول لك شوف أنا حنثبت لك أن المثلث 180 بغض النظر عن أي مثلث نحكي عليه، وبالتالي حكمي عام، حنقول لك ارسم مثلث، ما بحثش فيك، نقول لك رسمته ولي رسمته. ليش ما بحثش فيك؟ باش الكلام اللي حنقول أنا يسري على أي مثلث، واضح؟ خذ واحد من أضلع ومدة، لاحظوا أن مطلوب إثباته أنه أي أن أي وبي
وسي كانها يساوي هذا هو مطلوب إثباته. تمام، حنقول لك مد هذا مد واحد من الأضلع وتعال هنا ودير لي خط موازي هذا. سهلة هذه؟ ما بحكش فكرة ها؟ قولي درتها، نقول لك تمام اطلع لك زاويتين أخرى، قولي طلع فعلا عندي اي ودي. نقول لك باهي ما لاحظتش ان سي ودي متساويات لأنهم متناظرات، قولي اه فعلا سي تساوي دي. نقول لك ما لاحظتش ان اي تساوي اي متقابلات صح؟ ان اي تساوي اي، قولي فعلا. نقول لك ما لاحظتش ان بي تساوي بي، طبعا بي تساوي بي. واضح شو قاعد ندير انا؟ قلت لك ريت هذه هي هذه وهذه هي هذه وهذه هي نفسها، تمام. بهي اجمع لي هذين، هذين شنو هذين؟ زاويه مستقيمه. لاحظوا هذين 180، يبقى اكيد هذه 180. واضح؟ يقين؟ يقين. طبعا هذا عكس كلامي، قاعد لا مش عكس كلامي، جايك نقول لك باهي راك انت في اثناء البرهان درت حاجه انا مش متاكد منها. قول لي شنو؟ انت قلت ان الزاويتان المتقابلتان متساويتان. قلت لي اه قلت بيوم قالها. ايش حيقول لك على المهندس؟ يقول لك اه انت شك في هذه، تعالي معي انا حنعطيك برهان واحد ثاني. نتيجه شنو؟ الزاويتان المتقابلتان متساويتان، يبقى ما عادش عندك شك. لكن لاحظ ان في البرهان اللي حطيته لي هنا استندت على وحدات ولي الحق نشكك في اي وحده منهم. تعال وفعلا لو شككت في اي وحده منهم حياخذك عالم الهندسه ويقول لك تعال مش عجبتك هذه؟ اهو برهانها. باهي عند امتى القصه هذه؟ هل انت يا عالم هندسه مستعد باستمرار كل من شك في مقدمه سنت اليها تاخذني ويقول لي هذا برهانها؟ الاجابه لا. حجي المرحله نقول لك باهي هذه شنو برهانها؟ قول لي معلش هذه راهي بوستوليت. عارفين معناها بوستوليت؟ مصادره. مصادره. بنقول لك ايش معناها مصادره؟ نقول لك مصادره يعني حكم وسلم بصدقه دون برهان. دون برهان. طبعا لو قلت لكم مصادرات اقليدس حتعرفون. الخطان المتوازيان. تعال اي اقليدي قول له اثبتها لي يقول لك اسف. هذه خذ ولا سيب. من نقطة لا تستطيع أن ترسم أكثر من خط موازي لمستقيم معلوم. يعني لو عندك مستقيم معلوم وعندك نقطة تقدر ترسم له خط واحد. هذه مصادرة. مصادرة أوضح منها. الخط المستقيم أقصر بعد بين نقطتين. في حد عالم هندسة يقدر يثبتها؟ نو. يقول لك هذه مصادرة يعني. ولاحظوا أنه هو ضروري يجي للنقطة ويقول يا جماعة هذا هذه مصادرة، هذه نبدأ بها ونأسس عليها. لأنك إذا كنت من يريد أن يثبت كل شيء لا يستطيع أن يثبت أي شيء. صح لا؟ يبقى متوقع جدا أن حيجي مرحلة عالم الهندسة يقول لك هذه مصادرة، هذه خذها هيك وخلاص. مسلم بها. ها؟ حاجة إيش؟ اوكي جايك. لا بس خلينا نقول لكم انا امثل فيها بايش؟ بواحد جاي بيكري شقه في الدور الخمسين. فجاء للمالك قال له معلش نبي بس نتاكد ان الشقه هذه عمودتها راسخه.
قال له أنت شاك في أساسه؟ تعال وريك 49، شوفوا الأعمدة اللي في 49. فتطمن أنت، قلت له بعدين يقول له بيو شو 49 وين قاعدة؟ يقول لك تعالي 48. حيمشي معاك لعند الدور الأول، شكيت في الدور الثاني يقول لك أهو الدور الأول، شوف شوف صلابة. بعدين قلت له بيه والدور الأول، يقول لك والله بصراحة ما نقدرش نضمن لك، خذها مني خلاص، خذ كلمتي راهو أساسها سليم، رغم أنه ممكن العمارة كلها قاعدة على أسبخها. واضح؟ بدليل في القرن التسعة عشر، طبعا نحكوا على إقليدس القرن الثالث قبل الميلاد، وهندسته ماشي عند القرن 19، حاجينا لوبتشفسكي ورايمان اثنين، قالوا إذا كان حق لإقليدس أن يفترض خمس مصادرات ويقول خذوا ولا سيبوا، ولما يقول لا أثبت لنا يقول ما عنديش إثبات، ألا يحق لنا أن نصادر على مصادرات أخرى؟ طبعا جاء رايمان قال الخط المستقيم مش أقصر بعد، المنحنى أقصر بعد، لأن الطيران طيران من أفريقيا إلى أمريكا مثلا يمشي منحنى. هو اللي يحتاج إلى، طبعا كلامك صح، لكن هو اللي يحتاج إلى تفسير، ما يحكيش مبرر. يعني لما جاء إقليدس وقال الخط المستقيم أقصر بعد بين نقطتين، قلنا له أثبتنا، قال خذوا ولا سيبوا، رايمان حيقول لك خذ ولا سيب، وحيقول وراهو لو شفنا كرتنا الأرضية راهو الكلام هذا هو اللي أصح، الخطان المتوازيان يلتقيان، خطوط الطول مش متوازية على الكرة حيتلاقى في القطب، لكن مش هذا التبرير. لكن زي ما أنت لك الحق أنك تصادر على مجموعة مصادرات وتبني عليها نسق محكمة يبدو يقينياً بني الطلاعة، طبعاً ممكن قاعدة لسبخة، أنا أيضاً يحق لي أني نبني عمارة أخرى، وهذا ما فعل رايمان ولوبتشفسكي، وكل واحد بطريقة. رايمان لما يرسم المثلث حيرسمها هيك، لوبتشفسكي لما يرسمها يرسمها بالعكس مقعر. رايمان المثلث عنده أكثر من 180 درجة، لوبتشفسكي أقل من 180 درجة، إقليدس لحظة بدينا قاطع المثلث 180، لا ما هوش 180، ومش هيك فقط، النظرية النسبية بعض كم يعرف أكثر مني ماشي بهذا. اوكي خلاصة القول شنو هي؟ ايش اذا كان في الرياضيات ما فيش؟ انت بتقول لي انها عندك انت في العلم ما عندكش. خليني باش نعلق الكلام بعضها، بهياني العلم مش معرفة، حسب تعريفنا هذا مش معرفة، لكن انتبهوا للكن هذه، ويريد تكتبوها العبارة، على الرغم من أن أدلة العلم، على الرغم من أن أدلة العلم على نظرياته ليست قاطعة، فإنه ليس هناك نشاط بشري أحرص على قطعية أدلته من العلم، ليس هناك نشاط بشري، لا تقول لي أسطورة، لا تقول لي تأمل، لا تقول لي، ما فيش نشاط بشري أحرص من العلم على قطعية أدلته. هو أدلته مش قطعية، لكنه يحاول جاهدا أن تكون بالقطعية الممكنة. بالضبط. وهذا هذا ليش يفسر هذا الحرص على التحقق؟ هذا ليش نبغى نخلو أدلتنا قطعية قد الإمكان، رغم علم البوسمق أنها ليست قطعية.
هذا هو الذي يبوئ العلم منزلته الإبستيمولوجية الراقية. ليش العلم يشكل أوج مراحل العقلانية البشرية؟ بسبب هذا الانضباط في التحقق، بسبب منهجه. طلتوا الآن الدور اللي يلعب فيه المنهج في العلم؟ المنهج العلمي هو الذي يضفي على النشاط العلمي عقلانيته ويجعل مشروع إنساني حقيقي معرفي بالقدر الممكن للمعرفة بشرية. أوكي؟ مش عارف أنا خليتكم في في السكك. ما قلت ما فيش ريسبي للأسف، ما فيش ريسبي، لكن في مؤشرات. واحدة منهم إن الكلام اللي قلته توه هذا يكون في ذهنك، لأن الكلام هذا لما يكون في ذهنك تبقى تعرف أنت إيش قاعد تدير. تبي تعرف إن العلم نشاط معرفي بالمعنى الذي سبق ذكره، مش بالمعنى اليقيني. تعرفها. تبي تعرف أن غاية العلم الأساسية هي تفسير الظواهر. نقطة. هذا الجولدن جول. أي عالم إنما يحاول أن يفسر الظواهر التي تقع في مجال اختصاصه. أوكي؟ طبعاً لما نقول يفسر تحسبوا الفلاسفة يقول لك أنا عدي أوكي يفسر، تعال هنا إيش معنى يفسر؟ ضروري تعرف الكلمة هذه إيش معناها؟ لأنك أنت إذا كنت تدير في بحث علمي فأنا قاعد تفسر بظاهرة، وأنت لا تستطيع أن تفسر ظاهرة دون أن تعرف معنى أن تفسر أصلاً. فسؤالي الآن، ما معنى أن تفسر ظاهرة؟ تفلسف عليها. من هو؟ ولا أحد يقوم بأي علم إذا كان هذا ال... ها؟ التفسير. أن تفسر ظاهرة هو أن تجزئها. قسمها؟ لاحظوا كلمة تبرر ويفسر. Are they the same؟ استنوا، ما قلت لكم فلاسفة مسيب وشيرة. هل to justify هو نفس to explain؟ هل هاتان كلمتان مترادفتان؟ ولاحظوا في مشكلة أخرى، راهو واحدة من الحاجات اللي تحذر منها أنك تساب روحك عرفت المفهوم بيش بأنك تعطيني مفهوم واحد آخر لا يقل غموض عن الأول. فسر الماء بالماء، يا ريت الماء بالماء، فسر الماء بحاجة أخرى مش فاهمينها، يعني كأن الماء أقرب لنا. يعني بطريقة أخرى لما يقول لي أن تفسر هو أن تبرر، هنقول لك بيه وش معنى أن تبرر؟ يبقى كأننا ما درنا شيء، صح؟ أنت ما أجبتش على السؤال، أنت أجلت السؤال. واضح النقطة؟ هذه أحذر منها دائما، مش في هذا الموضوع. ديما لما تبي تعرف مفهوم ركت حساب روحك لما تعطي مرادف حليت المشكلة. ما لم يكن مرادف أكثر وضوحا من ما وددت تعريفه في الأصل. أوكي. وطبعاً في فرق بين justification and explanation. خليني أعطيكم مثال بسيط يوضح لنا في فرق. وهذه ديما دايرة خلط. قل لي علاش النواب متمسكين بقعدتهم هذه؟ تسألني علاش النواب متشبتين بسلطنا؟ نقول لك 15,000. 16. 16.
ليش النواب متمسكين بالسلطة؟ رد الآخر يقول له 16,000. فرد عليه الآخر يقول له وياني عشان 16,000 يودر البلاد. شفتوا اللي جاوب هذا راهو خلط بين شيئين. راهو لما قلت لك 16,000 أنا مش قاعد مبرر في سلوكهم، أنا قاعد أفسر فيه. فهمتوا؟ يبقى التفسير غير التبرير. واضح؟ أوكي، خلينا نعودوا. ما معنى أن تفسر ظاهرة؟ أن توجد سبب. سبب هذه الظاهرة. نفس المشكلة يا فوزي. لا نفس المشكلة. لا، وبدلنا كلمة تفسير كلمة سبب. السؤال متى يكون لديك سبب لظاهرة ما؟ نفس السؤال مازال مش واضح. ها اوكي، شوفوا عشان تفسر ظاهرة تحتاج لحاجتين. حاجة اسمها laws of nature وحاجة اسمها initial conditions. لتفسير ظاهرة تحتاج إلى قوانين طبيعية وتحتاج إلى يسمو فيها ظروف بدئية. ظروف بدئية initial conditions. ليش هي الفكرة؟ بسيطة جدا. عيل صغير حياخذ مفتاح ويحطه في البريزة فيصعق فيسأل شنو اللي صار. طبعا شنو اللي صار هو سؤال لماذا حدث ما حدث. هذا يسمو فيه السؤال اللماذي، وهذا هو سؤال كل عالم. انتبهوا، أي عالم ديما يسأل لماذا، هذا السؤال الأساسي. هاو هذا التقني يسأله، لكن لماذا السؤال اللماذي هذا هو سؤال العالم. شو هنقوله؟ هنقوله شوف، المعادن توصل الكهرباء، هذا قانون طبيعي. واللي في يدك معدن ووصلت للكهرباء، هذه من ظروف بدئية. اللي علاقة بين القانون العام والحالة العينية اللي قدامي، وهذا ليش انت صعقت بالكهرباء؟ شفتوا كيف صار؟ يبقى to explain you need two items. You need laws of nature وتبي initials conditions. هذين مع بعضهم هذا يسموا فيه الاكسبلانانز، اي المفسر، وهذا يسموا فيه the explanandum اي المفسر. المفسر دائما عباره عن وصف لظاهره تحدث امامك، قد تكون كسوف، قد تكون تفشي وباء ما، قد تكون الى اخره، قد تكون شخص لقيوه مقتول. شو صار؟ دائما تبي تعلق بقانون طبيعي. لأعطي مثال بسيط آخر، حتاخذ ترمومتر حتحطه في مية ساخنة، ايش حيصير له؟ هو في الواقع حينزل شوية في الدواء بعدين يرجع، لأن الزجاج حتمدد فينزل، بعدين حرارة تصل في الزئبق نفسه حيرجع. أنت لما تحق الظاهرة تقول لماذا؟ ليش الزئبق نزل وبعدين رجع؟ لو تشوف إجابتك حتلقى أنك استشهدت بعدة قوانين طبيعية. استشهدت بحقيقة أن اللي عندك زجاج، يعني لو كان الزئبق في حاجة ما تمدش بحرارة لما حدث ما حدث، هذين الشروط إيش؟ بدئية، وهكذا. يبقى خلاص الكلام أنك هدفك الأساسي هو تفسير الظواهر، وأن تفسر هو أن تبحث عن قانون طبيعي وأن تقيم علاقة بين هذا القانون الطبيعي العام والحالة العينية التي أمامك والتي تريد أن تفسرها. لاحظوا لو فهمنا التفسير بهذا المعنى لن تجد فرقا جوهريا between explanation and prediction. راهن نفس الفكرة.
الفرق بين البريدكشن والاكسبلينيشن ان في الحاله الاولى الظاهره حدثت اوريدي، في الحاله الثانيه الظاهره يتوقع حدوثها، لكن في الحالين انت تحتكم الى قوانين طبيعيه. كما لو ان التفسير تنبؤ بظاهره حدثت في الماضي، والتنبؤ تفسير الظاهره لم تحدث بعد. اذا كان اختزلنا التفسير للتنبؤ يبقى العلم لهدف واحد هو التفسير. لو شفتوا مناهج البحث العربية وحتى الأجنبية هتلقوا أهداف العلم ثلاثة: تفسير، تنبؤ، تحكم في البيئة، صح؟ الآن التنبؤ اختزلناه في التفسير فتم هدف واحد، تحكم في البيئة لا علاقة له بالعلم، تكنولوجي. أوكي؟ أنا أعتقد أني طولت. إذا كان عندكم أي سؤال سريع حاجة هكي ممكن نجاوب عليها. الآن almost الساعة 2، في حد عنده أي حاجة، أي إضافة، أي تعليق، أي استفسار؟ ها؟ في شك حتى هي. إذا كان نجحت في هذه المحاضرة السريعة في أن أكرس في نفسك هذا الشعور بظنية العلم، لأن راهي القصة هذه مش واضحة عند كثيرين، وشوف يعني وقد أثبت العلم أن كذا كذا، تقف في ديما ولا أثبت العلم، أثبت العلماء، وشوفوا عباراتنا الجزمية في مقالاتنا نحن، ولا ريب في أن، ومن المؤكد وقطعا كذا وإطلاقا كل هذا كله مش علم. أوكي؟ سعيد بلقائكم، وإن شاء الله. نعم، ممكن نقول روح البحث وظنية البحث. كيف؟ روح البحث هو ظنية البحث. لا، هي لروح البحث تمظهرات أو تجليات كثيرة، واحدة منهم ظنية البحث. أوكي؟ لكن أعتقد أن أهم في روح البحث هي الأصالة والجدة فيما نضيفه للبحث. ويعني في حاجة ما قلتهاش ونقولها أخيرا، وهي أن أقرب من يحدثكم عن روح البحث العلمي في أي تخصص هم أولو الاختصاص اللي عندهم باع طويل، واللي وصلوا لقصة الأصالة هذه، هذا كل يحكي لك عليه روح تخصصة دقيقة. في سؤال فضل. الكلمة الموجودة في إنشاء البحوث، في ناس عندها قضية خاصة يبدأ يستنبط حاجات جديدة، هل تلعب دور؟ هل في حاجة اسمها تالنت البحث العلمي؟ لا، نقصد أنا في الاستنبط موضوع أو نعم 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 رجناليتي. نعم، في ناس أنا شوف أنا فوز تتذكر الأوتلايرز؟ في كتاب اسمه أوتلايرز. أوتلايرز أنا ترجمت الفوزي المطرشقين. يقول لك فلان مطرشق، هذا معناها أوتلايرز اللي طالع برا. أوكي؟ كتاب هذا يحكي على أن تقريبا معظم اللي تميزوا في أي مجال، من الهاكي، الموسيقى، الجاز، اللي أي حاجة، ما تميزوش بالموهبة، تميزوا بالتدريب المستمر والمثابرة. وجاب حتى رقم، حط رقم، قال كل اللي اشتغلوا وداروا أسماء بارزة داروا بروفات أو تمارين 10,000 ساعة على الأقل. فلا تعول على الموهبة، عول على المثابرة وتدريب. شكرا.